تجهيزات أسامة لحفلة خطوبته، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الجميلة رغود اللي تفاعلت مؤخرا بريل جديد احتفلت من خلاله بعيد ميلادها. وكشفت رغود انه هي بعد ما ترجع لدبي راح تعمل حفلة وتعزم عليها المشاهير. وايضا اللي لفت انظار رغود في هذا الريل انه المتابعين كانوا عم يعلقوا على سنها وانه هي اكبر من عمرها، وهذا كان رد رغود. احكي فيه هون، يا ريت هذا الفيديو تصوروه وتنشروه لو سمحتوا. اوكي، شايفين اخر ريل نزلته تبع عيد ميلادي انه صار عمري 21 سنه؟ لو تدخلوا على الكومنتات عليه وحتى بالتيك توك، الاغلب مش الكل، البعض اوكي شو كاتب، انه تستصغر عقول المشاهد وكذابه، عمرك مو 21 غير حالي، وانه عمري مو 21 سنه. يعني بالله عليكم، يعني مشان الله اتوقع متابعيني اوريدي بيعرفوا انه انا عمري 21 سنه. كيف انت خريجة طب اسنان وتخرجتي من الجامعة وعمرك 21 سنة؟ جايز انا مو خريجة طب اسنان، انا بعدني بدرس بالجامعة وداخل سنة خامسة ولساتني ما تخرجت من الجامعة، بعدني طالبة. فحنفرجيكم الدليل. اوكي، نزلت لكم هلا الجواز، مع اني بالعاده ما بحب احكي بهيك مواضيع، بس كثير الصراحه تنرفزت من الكومنتات الكثير اللي كانت موجوده. نمر ايضا الى اسامه مروه اللي ظهر في الجيم، وهذا الشيء اللي خلى البعض يحكي انه اسامه عم يجهز حاله للبروبوزل وللخطوبه، مشيرين الى ذلك انه كمان شيرين بيوتي عم تنشر ستوريات وهي في الجيم. فشو رايكم، بتتوقعوا انه الخطوبه قربت ام انها مجرد اشاعات؟